واضح بأن الأغلبية تشتغل بأريحية خلافا لما تقوله المعارضة. يعني شوف درجة الغرور في وصلت هذه الأغلبية بأن الثلاثة الأحزاب هم من يكون الحقيقة. وأي اقتراح يعني ضمنيا كيقولك أي اقتراح يجي من المعارضة ولا من المواطن ولا من المجتمع المدني ولا من النقابة راه ما ياخذوش بعين الاعتبار. يعني لازلتم تدافعون عن العدالة والتنمية. كما كيقول المثل الشعبي الناس كتكذب على الميتين ماشي الحيين. فين كان حزب التجمع الوطني الأحرار في ظل هذا وخصوصا هما كيهضروا على هذه العشر سنوات الأخيرة للحكومة؟ واش كان في المعارضة؟ واش كان ما مشارك في الحكومة؟ يعني هذا استبلاد واستحمار للمغاربة ملي كيهضروا بهذا الأسلوب. وديما هذا الموال ما بغاش يسالي الحكومة السابقة الجفاف الحرب. ما نواجهه اليوم من غلاء في أسعار المنتجات الفلاحية سببه أو تتحمل مسؤوليته الحكومة السابقة وبالأخص الوزيرة شرفات فلال التي كانت تشرف على قطاع تدبير قطاع الماء. ونسينا الفرشة المائية ما كنهضروش عليها، بدا كيصدروا كتنشفات، واش شرفات اللي نشفات لنا؟ لماذا تم إعفاؤها؟ إعفاؤها لأن كان هناك تواطؤ ما بين عز أخنوش وما بين عمارة. المعارضة تعتقد بأنها تحرج رئيس الحكومة بهذا الكلام حول المحروقات، والواقع أنه لا يحرجه بتاتا. غادي نفتحوا هذا الرأي العام، لا غادي نمشيو دابا غادي بطريقة غير رسمية للبحث على الوثائق، إلا ما بغاوش غادي نمشيو بطريقة رسمية وسنقدم شكاية بناء غير على هذا الشيء اللي صدر في الجرائد. سنرفعوا شكاية لوكيل الملك اللي فتح تحقيق قضائي. سي بن كيران قال أول أمس البلاد غادية للمجهول، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ من الأول من الخيمة خارجه حكومة ليبرالية أمبوسيل ويستحيل أنها تدافع على الطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة والمقاولات المتوسطة، غتدافع على هذوك الطبقات وما تبقاش تسمي راسها حكومة يعني دولة اجتماعية، راه كبير عليها داك الشعار. والحكومة تصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير هذا المجلس. أنا القراءة ديالي أولا أن الجسم الصحفي هو منخور ومريض بمرض مزمن. اللي هو اولا كاين داخل هذا المجلس هناك يعني الكرسي ما باغيش يطلق بان حزب التقدم والاشتراكيه فقد تفوقه الاخلاقي. ملي كان النبي بن عبد الله مناضل وداك السيد كان مازال ما تخلقش مازال ما تزادش هذاك الحزب لانه ولفوا طرق اخرى لان كيجيبوا وكيعينوا امين عام.